يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد كفر أخرى لأنها أهون منها، ولا أستطيع الهجرة إلى بلاد الإسلام؟ نعم، هذا من باب ارتكاب أخف الضررين، دفع أعلاهما. الصحابة هاجروا من مكة عند المشركين، هاجروا إلى النجاشي وهو نصراني لأنه أخف ولا يظلم أحد عنده. نعم.